الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال وحور أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أبدا النبي وكد دعاء استوحى هايد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اتفق عليه. اللهم يا الله معبودك حقا يا ربنا يا ربنا آتنا نسي في الدنيا نحيذ نغسي حسنة أي نعمة نعمة يواناك نغسي وفي الآخرة آخرنا نغسي حسنة النعمة وقنا إله نجا إلالي عذاب النار نار عذاب كذا. حديث كان مركو بعد حين كبر لنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه الدعاء بدنا وإلهي سبحانه وتعالى آدو بريتشري ويدعى دوا لب العبادة وروح عبادته وأنا عبادة عبادات فربضني أي كل احتران وحكلا إنه كبرنا إنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه تعالى دعوين كالمدهو دعي كوبيهين لكن معناها يتوصينا إيان وبلاري إلهي سبحانه وتعالى إمام أحمد مسلم كيس كوري إلهي وحسي رسولك جوامع الدعاء ورسولك عليه الصلاة والسلام حيري أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام حيابا إلهي يقول نعمة يوحى كميدا إلهي سبحانه وتعالى يفضينا كهد الله كلمة كوبا ومعنى بلارا هذا الكلام إلهي وإيس أروري حق الدعاء دنا عائشة رضي الله عنها وحيتري كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب جوامع الدعاء ويترك غير ذلك دعاء كوبا إريد ذي كوبيهين معناه دون بلارية أي أيو رسولك عليه الصلاة والسلام تعالى وكد دعاء سجر ساسا الصلاة هاي دعوين ككلا دار فافاين تبدل أي كتيرتنا رسولك عليه الصلاة والسلام ويسكدين كري مركا دعاء دني وحيون غطي دعاء والنبي عليه الصلاة والسلام انت وبدن كد دعاء سنكري لأن من جوامع الدعاء دعوين كيريدو كوبينهين معنوه دون أي بلاريهين أي كمت والوح قفك انت كد دعاء استوح كما قريب متر وفكم حمد دوني يا دنيا نعمية وناك كل كلمة آخرنا نعمية وناك كل كلمة عذاب كلاهن وكبد بعض صدح ذي بدو عادنا كتيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة الدنيا وحسوق لي نعم الدنيا ولي نعموين كالدنيا لم بسوق لي قال كي قفكوا كفا فايلا ورا الله إلهي علمي بان كويدي سنيا إلهي عن كويدي سنيا عرور عافمات عروين عود حولاء نبت قليو وحكو في لنرى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمك استوى الدنيا أيو إلهي مركا ويديست وفي الآخرة حسنة وحسوى قليا نعمك آخر أردن وإيو انتهي الدون كأن إلهي راليك النغضو وكو إلهي تشندي سوقو نعمية وكم ينغضو نعيم الجنة ودنبا سوق قليا وحكالو سوق قليا arinka ugu weyn ee Ilaahay adoomaha ugu naxmeeyo ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajigiisa arkaan wa qina adaba an-nar adabka naarta Ilaahu naga ilaalo wax naga xigsi taas waa natiijada wadad xasanatu dunyaa hesho oo diintu ay u weyntahay iimaanka amalka saaliha iyo ikhlaaska xasanatu al-akhirana aad hesho naarta wad ka badbaadi doonta wayna janna gasha ولما ابتداء يدعو عذاب آن كورين وحكا لازم أيها كدلان أيها قفك النار إنا ليس أرق أو كبد بعد دعاء الوحي كم يطعي وقيمه هذا التسين أيها ومن الأدعية الواردة في القرآن الكريم دعوين القرآن كصار ورائي كم يطعي قفك مؤمن كائنا إنه إلهي ويدي سنكرو خير كالدوية أي حديث كان لقبران أيها لكن خير الدنيا قول إلهي إن ويديستو وإنانو كوكوبنان
أو إسرائيل خير كأدوية كآخرة لبده بين ويدست ويقف كون إله أدوية كبريه ونعموه ينكي ونعجيه آخرة ويدستني صفات كضدك حنون أي كميت من الناس ما يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسن وما له في الآخرة من خلاق الدنيا بإله ويدستني آخرة وحكم الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوة دنباء إلهي أمانة ولاك آخره الدنيا كآخره لبضبع إلهي سبحانه وتعالى كبرية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي البزاق عن روفتا في المسجد مسادك لغتفا ودولكي سلغتفا مجدار ردي سلغتفا خطيئة الواقف يدنبي وكفارتها وحاضوا أنك لقد عفيانا ودفنها وإن وعاصوا اتفقوا عليه ساتشددوا وقرياء إلهي ونقولك هلك إلهي وتعالي عليه سوء نوشي رسولك عليه الصلاة والسلام وحيابا لنا أمرين لكل دا الله حكم يدا نظافة وعائشة رضي الله عنها وحيتري أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رسولك لا يحو أمر كبح مساجد إلا قد يسو في الأحياء حافظة هددك وإيد قيين وميلها عيد لده أنا عيدك عبادة إنسان على قد يسو وهنو رسولك عليه الصلاة والسلام أمر كبح مساجد إلا نظيفية ومساجد لأدقوني وأن مساجد التهوية هيلان ضاقتها الله فرع سيهو وقصو قشو وداسي يفتين كاف الأراق والرحض وبكتيريا داي دليا سيدا سوكا لو حكب حياة كاربونكي ضد كيف راب نايم سادك سويمي مسؤولية دار انتا سي وحي كمية قودهان ضد كمسلمين تا قارهان عدة مسادك قعانتا كويس إمام كي مؤذن كي ركور رئيسي مسادك اي سوق قلان شقضا يقبان وين نغطة مسادك تاهوياين يكو سميان مسادك داقضها الله فرع وارنتا سوحي كمية تاي نظيفينتا يؤدقونينتا مساجدكا أي كميتا رسولك عليه الصلاة والسلام حشاقي سابخاري مسلم باقي وريين إلا تصي أعماش أمديس حسنها وسيئة وحي أمديس أي وناك سميسي وحي أمديس أي حمان سميسي وناك يدا أمديس يا أعماش وناك سنة السميين رسولك لتصي وحكمي دها قفكو مساجدك وحددك إبايا النظافة الدردة وكسارة صحر يرنانوه حمانه ومدي سوائي السميسي رسولك عليه الصلاة والسلام والتسين وحكم يدها عن روف مساجدك اللغو التوفي ودبيتنا اللغو الدهي وآن لغا النظيف حديثك وحي نكبرنا إنا عن روف مساجدك اللغو التوفي ورتين الدم بتاعي خطيئة ويامر نبيك عليه الصلاة والسلام يعني إثم والدم بي وحكلو إن الدم بتاعي سيموتيني وكفارتها بلوحة كفارة وباهني يقفك وحلقة نعفه وطوبت كان أما عمل صالحة وصمائيه دواء الدم بمرها ديقفك فعل كيس وكفارة وباهن مركو رسولك عليه الصلاة والسلام لي وكفارتها دفنها نمعني دماها مركو لغوته فو إعان لآسنون إن الدم بنغرسه إن لغوته فو اللو لعم ديا والدم بي لكن دم بيجا قف كم حالة كذا في يا وكم ميرية عن روف تيم ساعد كوكتو في إنه كبيه ساعد كدو عيد يا هنا سيد وقت يجي النبي جو مساجد كوها سيد حديث كان كحصن إن لا عاصو هدي ماشوا عيتاي ده ميل عن لا عاصي كرينا تصار عندي جوجل أما جدار رده ده إن لقى ترتيره ولقى مصح ونبي جو عليه الصلاة والسلام رأى بزاقا في جدار المسجد فشق عليه ذلك فحكه بيده حديث كنس عينك كتيرة رسولك وحارك عن روف جدار كمسادك لغطفي آد بي رسولك عليه الصلاة والسلام عرنتها سياه ونبت قعنتي سشرفت بضن بقولتها جاي وجدارك وكقبع بي قدوح انك قال ان هذا كمسلمين تاين ان نظافة دا يكود دالان نظافة دا مساجد دا دا قريه دا ديقان كود حتى قريه هرتو ده إن مركالا نظيفيه أيو رسولك عليه الصلاة والسلام بيرجل يوحو يري نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم
فناغو أبنان كغوري كوري نديفي بري نبي عليه الصلاة والسلام وايو إن الله نديفين أو أسك جي قشين كهلك الوجود دايو دقن كيهود حم بي كميته كيهود هو كاننا مسلمين تدات النظافة كده دالة أنت لو هذي قاركي غوري هرتو دا إن بدل حشيش بعد قارك الصحيش كوا حكت درن بيها أسك جاء غوري كسو دريري آد بارن تاسير دبتة مرغار كوا حكت سيجو مساجد كسو دريري مساجد هور مري ودوين كده كمسلمين تام مساجد كتجي أما هولا كلو صعدا أي مريين وحدار كيسا بيه أسك جو غوري كسو بحي أنت مرين مرغار كده أنت فريستان iyagoo qurmay baad arkaysaa oo soo uraaya oo caafimaad darro waxa weyn ay ka dhalanayso waxa soo wuxuu nabiga kaleey salaatu salaam inoo gadigayo raguna waa inay dumar ka arinta noocaas ku kormeeraan oo dumar kaan laga ogolaan biyo uskageen wadada ku soo daadiyaan ama ay ku soo dareeriyaan saasoo kale dhagaxantan wadooyin kala dhigayo qofka gurigiisa hortiisa oo de wadada ayu dhagaxan dhigaya وددي بقى عديد النقرة إسا دد كاتشير أيه كتر انترون أيه إيمان ضعيفة بيارن تاسي علامة ضطي ويا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو كدري لامها جيت كإيمانك كبحة إماطة الأذى عن الطريق وحددك ليبا أيه ودد إن لقل ليحي وحاسيها النقضة نقح قضحها النقضة بريها النقضة حشيشها النقضة بيها أسكا قاها النقضة وإن لقل إلالية وددر عن أنس رضي الله عنه قال وحول قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحول من أكل قفك عنا من هذه الشجرة جيدا قفك وحك عنا لا يقربنا يان وسر دوان ولا يصلين معنا يان لتكنن يعني وحول جيدا الثوم والطون تجيد كلا راض اتفق عليه وعي كم تهارنتني نظافة إسلام كوديري قليي iyo waxyaabaha uraya ee dadka dhibaya saasoo kale malaa'igtana dhibaya ofka muslimka ay meelaha dadka muslimiinta isugu iimaanayaan inaanu la iman shariicadu waxay dhiri gelisay ofku markuu ijtimaacaadka kulamada muslimiinta uu ka qayb galayo inuu isnadiifiyo oo hatta uu maydho oo waa salaada ciid loo sharciyay meedhashada salaada jumca iyo salaada ciid فقهادنا هو قياس قاتين اجتماعات ككلاء صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء كل ماذا عبادة ذاتك ويسوغي منا يكوى كلاو الله مت فسوغو اسنذيفية ودقون وعين وطاقو سيانا ذاتك مسلمين تاقو لبين نذافة الرديس إيو شرف تاقرمون كسوة بحيس ميلا أنا وحا يقوم بهم سن مساجد دادا مساجد دادا ميلا كلاو حق ديرين ديوا ملايك تايا إيمان إيسا رسولك عليه الصلاة والسلام حويري من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا ولا يقربنا مساجدنا مسلم باوري فكتونا مو بصل عنا يانو نوسو دواني رسولك عليه الصلاة والسلام دي ملايكته وإيمانيس وحيه وكيرس مساجدنا يانو نوسو دواني قريقي ساكتك حديث كان معنا وتلمام يوكاس ولا يصلينا معنا يانو نلتك أن قريقي ساكتك دوي مساجدك يانو إيماني رسولك عليه الصلاة والسلام أرنت أبو سبيه واحد نبي صادتك إيه ملائكة لبضا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أرتا قرمونة طونت إيه بصش إيه جيدا كلا لمدكا سيجارك أكمد يهي ويساقوا دعو انتباعنا ينكوا سوابع انتان حارانا هين رسولك عليه الصلاة والسلام إن سيدك للي مادو إيه ميلاها ضدك ويساقوا إيمان أيان ودي دي رسولك عليه الصلاة والسلام كمسلم كاي إنه نظافة كده دالي إنه كقادر إنه قارها من كودات كمسلمين تا وتجيه إما لا يسوق إيمانه إنه حويه إنه تجيه مساجد كوح أوري إنه الله لا إيمان حتى قفك صلاة الجماعة ما تجي كرنكو دو طان أما بصل أما جيد كلا أوري واستعماله أرتي كلا نوال لمن أدي تاي وح بقية وإنه يسكبي يقفك أو يسكب ما يرو يسكب نظافية كده منه مساجد كتبه هدي كلا إنت عي كبا عيسو وإن قرقي ستشوغو ومساجدك آن تجن عن عائشة رضي الله عنها قالت وعيتنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوها يعجبه مدعاة شبقليو وبمعنى تعال وكهلا
التيمم ميدغه الرئيسين التيمم يعني البداءة باليمين إن ميدغ تلقوا بلابا وحي لقبانيا في تنعله مروا كباحرانيا وترجله مروا شان ليسانيا عما فيرانيا وطهوره يطهر قادة شديسة وفي شأن كله يأرن كي صور دنبا كواسوات صالة يالونه حديث كواحي نكبرانينا الرماء مركا في عن إن ميدك تلقو الرئيسي مساجد كاللوك تميدك لقو قلو وقفكو ويسادة ميدك تاوكو بلابو وقعمها قعمو تميدك وهر ميرو لابد القودنا تميدك وهر ميرو دوغف كبحران يأينو لوك تميدك هر قليو مركا يبحن قطنا إنو بدح دهر بحيو marka uu feeraraayo madaxiisa dhinaca midig inuu ka bilaabo marka uu xeeranayna saaso kale nabiga kaleey salaatu wasalaam fi hajjati alwadaa niga tibaa ka xeerayay wuxuu u tilmaamay inuu dhinaca midig ka bilaabo ka ra islaam marka uu tagto ina tiraa xagal midig ka bilaabo sunnahu waa sidaas taharada guud ahaan haduu meedhanayo hatta meedka marka la meedhayo rasuulku kaleey salaatu wasalaam markii inantiisii geeriyo tii la meedhayo wuxuu yiri إبداءنا بميامينها ومواضع الوضوء منها حبليه ده مديك بلابة ويسد له الرئيسية ويسيه مارس لبضبة ميت كالي سقدر وحي الرماه مركا اللي تاء أهر الشرفية ده أنا هين إيا بدح لغو الرئيسية والنبي قواديد عليه الصلاة والسلام قفكو قعانت مديك نكو استنجوده ويستنجد هو وصخ إيو وحن أو اللي إسكال سوليني بدحنا إيا إسكاله ساسو كالي سوليغا مركا لقل إيو بدح دالغور ريسيري سادك مركا لقبح إيو لقطة بدح إيا الهور صاري وحلالي وحي أولاك سنين ودن بدح دا إسكاله وحي أولاك سنين ودن ميدك تايالي سنو واسداس سالمان النووي رحمه الله تعالى وكل شيء كتاب كسر رياض الصالحين حديث كان يقوى الله مد كامر كسو أروري عن عائشة رضي الله عنها قالت وعيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحولي إن الله إلهي رفيق ومد ترس إن حريص بضن يحب واتعيل إلهي الرفق دبع سنانت لين الجانب ويرفقه في الأمر كله أرنك دمانتي بأي في جميع الشؤون الرماونا اتفق عليه حديث كاعد كبر إن مقعد إلهي الرفيق وكمدي وعكلين كبر إن صفة الرفق إلهي كسفي سي تاسنا ويمقطع إلهي وامد حريص يد القاد بدن ودومي سيجو عاسية ووحن قورية أيو إلهي عفية وعقاب كانوا كل الدقدقين كسو أرزاق يا إله سبحانه وتعالى أرزاقنا نعيدك للدول آن وكتر هاي وعكلين كبرنا حديثك أن الله متصف بصفة المحبة أقواش يا أفعاش قار كود يددك قار كود بإلهي وتعالي يحب الرفق في الأمر كله وعكلو حديثك أن كبرنا إن الحث على الرفق حديثك نوح قريريا قفك مسلم كان نقول لين الجانب رفيقة في أقواله وأفعاله وأموره كلها والرماء هذه تشارالة وكمره حق الدبع سنانتي ونحريستها هذه قرطها حق الدبع سنانتي وحسلح يهشيس كيني قلوبة السور دويني إنه كوها الله قوانك وقادنا يانا كاو نغضو قوامدي السور دمين نغضان قوامو عنفي إياكا كانان إيا أضيك آنكو لسنين الدبع سنانكو لسن وفك مسلم كا وحن ولا شيء سوى أصل كواي نقد الرفقة أضيق إياه عنفقة إياه ككنانت ماشى أباهم بأيدين الجلينية إلهي مركو أضيري نبي الله موسى ولالك هارون فرعون والرب النبي إلهي نمشي جني وقول له قولا لينا أبوي هذا الدبع سن كلها وكوي رهدين مركو حق أقبل وعنادي مدح أديك يكبر أوليمي وكواد كين مركي الدنبه
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون وحان أجاه إنا تاي مد هلاك سمعي وددي هلاك إنا تايسو ركيد دنبوه كوات كي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كاسل كوار رفقيقة شددي أدي قنا ميشي دال استعماله نبي يقول عليه الصلاة والسلام يلاها قار كود شددي أدي قوا استعماله وانا ميشي كوابون حكمة دونوا السيدة وميشي دبع سنان هي ترالية نحرس أباهن تاس أيا لأديك سنية ميشي أدي أباهن أديك أيا لغو وضيها نبي عليه الصلاة والسلام وحا حديث كلو كويري حديث كلمركا كم عن الدو إن الله الرفيق يحب الرفق وحوري ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع الرفق من شيء إلا شان رفق قد بع سنان توحك سطو أي قشو يقرحسا أضيق قي عنف يك كانت وحك سطو قلو أتكايا وفول حمايا كان رفق قاوح قرحية عنفقية أضيق قناء وحبوب فول حمية هذه تيرالن والله قشن لي أمرك الدنبي لم حيقي إيال الرادة وحكى الرسول كل إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه إلهي وحو كبحي يا رفق يدبع سنانت وحانو أضيق يقلف سنانت كبحي وحكى لنا أنو كبحي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري ذكر وحال لغو الشاقي ولغو حسين عند النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أكتسر رجل النين نام الصيحدي ليلة هبين حتى أصبح إلا واقو بري فقال وحوري نبي ذلك كاسر رجل وانين بال الشيطان الشيطان كوكاتي في أذنيه لبدي سدقوت أو قال ما وحوري في أذنه دكتيس متفق عليه حديث كان نين كان سيحدي إلا واقو أبريي وحورته كسيحدي هو الصلاة يا عباده وعلمته مركا كهلانون صلاة دي فرال كهيد بو كسيحدي وانو تكن وقف دنبابي ميسا صلاة دو كسيحدي هو صلاة الليل كي سنة آهيد ومركو عشاية تكذب وكسيحدي صلاة الليل إي يري إن بدن توني ما تكن واجو مركو بريا يوم بكع وصلاة الصبح بكع. حديث كنا كدم بقى يودوي رجل نام الليلة حتى أصبح. ومركا كما عدا إنه صلاة فرلا كسحري. وحيوبا أنت صلاة أو كسحري نتاي صلاة الليل. مركا حديث كوحو دي رجلي ريا صلاة الليل يحث على صلاة الليل. ولو هل رجع عدنا هنغطي. وحكى له حديث كو نوت الماما يا أن صلاة الليل مما يحفظ الله به العبد من تسلط الشيطان عليه صلاة الليل كوحي كميت حيابا إلهي أدوان كوكاق إلى عليه الشيطان كوينو كسل لدمه الشيطان كوقفكي هردي وحويا كعياره سيدة ودونيه وكياره وحكوله حديث كاينو كبرنا إنا أن الشيطان يبول الشيطان كوينو كاتشو حديث كظاهر كي سيا سيدا رسولك وهذا الكويري أيوم بالغوفة السرية تاسينا وحلا بعيد سدا أول فوقي استماع وشيطان كون وحونا وحعبه وقلمة وصمية أي أدلة كلاين وشكت كما ردو حونا يو عبه يو ده كاديدا إيا السحارة ديونا وحي وحونا وحعبه صفات كودا أي كمتا يتلماما وحويان لغوية قان إيادا أو مشى هردده قابل سري إن ده عيد هاي حدقت سجارة الله وشاعي وحدقت سجارة حوي الله وشاعي لأن حدقت هو عضو الانتباه قفكو إنه توصى هذا الأمر دواق ومقلي أي أنت بدن صوابه مركان حدقت وكم مقل لهاب الشيء ده وكيف كاج مركان هردده سبا هرد علوس نقول يسوي المعنى وثقل النوم هرد علوس بأرنت نوع عسي قفك أي أصابيس وعكلا حديث كون نوت الماما يا في حرص الشيطان على تفويت الخير والطاعة والعمل الصالح على العباد شيطان كل حاد وجود ذلك الدوامه إنه سيتيه وحكستو إلهي دويني وصحي آخره
ونقرية أقف كمسلم كاي شيطان كواعد وقصص سورة دجالما يعني السنوا إنه عدو سيدا عدو قول رقم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وعدو قدو سكيل عليا أو مدفوع شجر ونقول قولي قاعدين السوق قلي وين تكنت داشو قولي قمر كتقول يسبس إنك عاد كقشو والباب كعاد بس إنك كحيله وعنتظر عاد بس إنك كعنتو وبس إنك عاد كصيحته باسمك اللهم أموتوا واحيا وهبين كي وحبين العبادي ستو عاد كرس الصاص كله داخل استمر كتسيس الحرس كوسو دوان مايو وهبين كي وحبين العبادي ستو ده سلا تولي رقعد مع نقطه إن تكتو عن ابن مسعود قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا يحوري سباه المسلم مسلم ك عيد العايا فسوق أيوة معصية يخرج بها الإنسان عن طريق الطاعة وارين معصية وضونك وضدي اللي هو جانسنك اللي أدعتانك سوك جبحيه وقتاله أيوة مقاتلته مسلم كين لردق على مانا كفر وي متفق عليه حديث كان وحي نوت الإمام يا أن عرض المسلم مصول كمسلم كعرضي سي شرفتي سي دكتي سدينتو ان يلالس الا نعدلو اما لعايو لدعايديو حق دروح لغا شيغو اسلام كوما اوغلا وكرسول كو خطبتي عان كاهيده وكي خطبديهي حجه الوداع دور ميلود وكميدا المشاعر المقدسه وكيري ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا بخاري مسلم أوري ليقين مالكين يعرضين يشرفتين انتبا حرام بيدين كين وفك مسلم كان سفديس رسول كوحا وكشها سيدا عائشة يكوري سوى الحديث في الترمذي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء مؤمنكماها مد درس بدن وحك شيغس بدن ما هم منكو مد نعدله وحنا عدله حق دروح كنا عدله حق دردك وحك شيغا مو منكو ما مد افحن ويريحن حن وددك شرفت له انا سقورني افكيس كسو بحار مو منكو مد هذا الوناكسن وهذا الوناكسن وحويان كو هذله وحديث كون وتلا اساس وكله ان سباب المسلمي معصية وإثم مسلم كائن لعاية ومعصيوي وعصيان وأمر كيلا ولا خلافه وحيلا يديدو للسمي أرنت نوع عصياحي واجب كنو قفك وإن ولاي وقت توبت كينو توبت دا شروط دا نوحا كم إذا قفك وعاي إن ورائي قسام حايداس أنكو عاي هدي كلا آخرية سلتقيانو إلهي سبحانه وتعالى وقتشر يا كان لعايب حسناتك كان عاي قادنه هدي مرتو حمانها كان لعايب على قصة قادم رصاد دوش على قصة عارية كي حق درده وحكو عاي وعكلو حديث كانوا كبرنا إن أن القتال بين المسلمين من أخلاق الكافرين القتال وكفر بقول النبي كفر قال له جمعت شيء الدين كبح وكفر قول حقوق بسماء أكبر والكفر المخرج من الملة قال لماذا الدين تلقى كبح يا كفر أصغر وعمل حن قدام بأه والدين تعالى جاب حاين صابت كفر لوجو مجابينا يتهاي إنه يهاي دقن قالت دقن قالت وقالت ويجو إسكو الدين يهدنا إسلايا ركادت كده مسلمين تهاي يجو إسكو الدين وده إسلام هدا إسلايا دقن كي قالت يشين ويا معنيه ولهذا رسول خطبة دي ساوي حكوا ضري حجة الوداع حكوا خطبة دي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض دبادي دقن قالها ونقلنا دقن كان قالوا ايدينكم مسلمين ان تسليسان قورتا تسغورتان مدحتنيمات كل ليسان اما قبيالات كل ليسان اما ادويات كل ليسان اما بصدم عن الضرورات كل ليسان يا اسكنسي يو اين صبحنا اون دد وحب اسكو هيسن وهدنا اسلين يو هدنا اسلام شيغانيه مركب قتاله كفر معنى ذو حوية وقتاله من أعمال الكفار وأخلاقه مسلم كأن لا لدق على ما
ودقنكا غالدا لو يقان ان ان marka dagaalka muslimiintu ay dagaalamaan aan lagu gaaloobayn dambi weyn baa noqdee mar hadaan la xalaashan de adilla badan oo quraan iyo sunna bale ayayna tusisay عن ابي ذر رضي الله عنه قال وحري قال لي النبي علي صلى الله عليه وسلم نبي وحي يقول لا تحقرن هي رئيسا ابو ذر شيئا هي رئيسا ومن المعروف هناك كميض ولو ان تلقى هبا نقض معروف كاس ان الله كل انت اخاك ولا الكاك مسلم كا وبوجهنا كل انت وجهي طلق فرن فرحت ايه دول عدين ايه سو دوينه كم وقت اتفق عليه حديث كان وحاول تلمامي اولا حرص النبي عليه الصلاه والسلام على ارشاد وتوجيه اصحابه وامته سو سدو غدال جيري صحابتي سي امديسا انو توسيو وحا وناغسن او تلمامه وحا كلينو كبرانينا قف ان سيغار لولا دردارمو او علمي سيغار لوغو شيغه وخ دبينان كجير صحابته النبي قعد كولا دردار بجربو كميدا ابو ذر ابو ذر ابو الدرداء ابو هريره تلوين قال النبي عليه الصلاه والسلام وسي ابو ذر نوحها صحابي اد قيو بدن والنبي عليه الصلاه والسلام وحيري ان ما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء اصدق ذي لهجه من ابي ذر صمد ما يهرين دول كان بور كلينا مو قادن وكمو دول استاغن متكرم بدن ابو ذر ابو ذر وحوها زاهد في الدنيا بل مذهب باب قبي وصحابته كلا قول نقدي مذهب كاسو اه ان ان وقفكو حول دقن حول انت اوغا باهي انت كا استعمالو انت كلا انو ميل دغنا كيدسنا وبخيو مساله ده ولا كصحصنا حتى عثمان بن عفان اي اسكو افغرا واين markii dambe magaalada madiina baa ka baxay rabada meel dheeraad u tagay halkaas ayaana tiis ay ugu timiyo oo ku geeriyooday isagoo aad u khayr badnaa hadana rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri innaka mar'un da'if fala tawallayna ma la yatim wala tahkumanna bayna ithnayn abu dhar waxa tahay qof da'if da'if ma ha diintaada da'if ama raganimadaada macnuhu waxa weeye abu dhar waa ninka xoolaha ba inaan la haysan inta looga baahay marka inta laga isticmaalo inta kalena la bixiyo aamisan ee zaahid fi dunyaa marka xoola agoon di hadduu masuul ka noqdo aad dhigi karta agoonku intuu uga baahay intuu ka sii inta kale inuu dadka u qaybiyo hadduu dadka madax u noqdona saas u yeelay waxba u kaydin maayo cunu cabbo oranaya qof walba xoolaad hayso dadka sii inta marka uga baahan tuu isticmaal raqofka noocaas ina de umad ma xukumi karo sababtu rasuulku xukumka ugu diiday waa taas maanta waxa miya la eega dadku xukun bay doonayaan xukumka in la raadiyo seedaba wax fiican ma asal taasawa samura nabigu wuxuu ku dhilaa tasal la ya samura la tasal imara samuro madaxtinima raadsan dad raadsato lagu kaalmayn maayo kalmada ilaahay limis haddii lagu la soo doonta ayaad kaalmada ilaahay helaysa imiga maana taasi noo muuqan dadka olola u gelaya dagaalka u gelaya xoolaha ku bixinaya laa yucaanuna caleyha madaxtinimadii iyo mansibkii mas-uuliyadii loogu kaalmayn maayo adiga arkaya mid waliba qabiyo iyo baylaha fara badan buu meesha kaga tegaya isagoo sanawaad iyo muddo joogay dadkuna qofka madaxtinimada ku haboon ma eegaan waatan de mabaadiidan dimuqraadiyadda laynoo soo rareen la yidhi qofka madaxa noqonaya waa in la doorto haddii la dooranayo soo may ahayn dadka wax dooranaya hadday dooranayaanba dadka inay sifaad ku doortaan iyo tilmaamo diintiisa akhlaaqdiisa kartidiisa ammaanadiisa hadda maxaa wax lagu doortaa qabyaalad baa hadda wax lagu dooranaya ama waxa wax lagu dooranayaa hunguri guriga ha noqdo mid markaa la helayo inuu markaa wuxuu dhibi ura anigay doorta oo dadka dad baa dimadoodii iibinaya shaksiyadoodiiba iibinaya waana arrin xaaraana inuu qofku doorasho lacag ku qaato ila qofku maal maahe
وقف بني آدم حرة ذمته وإلى شنطه إنه إيبيان الله ما قال قف ذمته وأنا سفاه دي هذا اللي دت أما هم قولي قاس هل قومي مستقبلي كم شو راح يود كوي ده بالبعد وتولى ملكه مع عام الدور واحد دنتي الدينات هي الدنيا ومضى قف كرا يا أبو يريهم وأرمها دور شو إنك يوحى كصلاينا قولي قا يقبيها للدس دور شذا حتى قال هذا نانتا حال كان السودي يا مانتا قال هذا يقول ديني يوحى يدي مئيقيا يقفك حق أخلاقيات وحيابا قار كود بيك أيقر وحيابا يقول أخلاق حمضة ويا قانين قفك وحويا كوكعة اللي قو أقاده ما بدور تانكاس إساقونا إساقا بخطي لين سوشال رحيم حتى هدو مركو رب مضاحا يبوس عسلي دي جوجل داف هي كوفس يوحى لقصو أيدي إنك لك هو سوى تاقينو ريكورد بمليهن إنكو شالي بات تو كل عيد الله وحبو حضي شالي بوحن سميني شالي بوحن قوادلي شار كوبا لقو بدلي هدو شار عاد حدنا من بدون بكوصو حدنايا وابا نين كلابا وفريد ونفيعان وقيسي وقامية ما في ريكورد بمجر وحكو دورتان ودنتو دا الدنيا وحكو دورتان ومارك دادك برامجي دو دا انتخابي قام حق الدورشة دا اي دقيستان اي اي دا اي قال ميدو لو حقا كيبا دي اكو دانا رير ايو قبيالد ايو شلمان وبحية ايو وحاس انت بضان وما اي قال مركا الدنيا دا وفكرة ينصوما قاعدة دون واحد تراهادا تاريخي شرعي كما تكون يولى عليكم ساتين ومضحة لايدن كردقية يقول دير ما يقانا قالوا إلهي مضحة كردقية لكن الدنيا يقانا كوا الدنيا دو إلهي إلهي مضحة كردقية إننا قونا ديننا ما يقنو الدنيا ما يقنو ذاتك مسلمين تاقو دهان ولهذا وحي إلهي مضحة كردقية كوا الدنيا الدنيا منا بانو إلهي وهي يقان مركو هرب عدو إلهي سآن دي يقانا هين وحي أبكا لوحكو قيمين حديثك وحي مكبر أن أقفك مسلم كاي وحي أبا خير كائنان ويا ريسا خيرك يا ريسي ماله وحي يرينك ومتشيره خير ودمي مركا حق خير لماذا لقى يقوي لكن خير كلامك الله يقابو مدير روانكرا ولا قدر تشسر رأيه وعدي عكرتا أرين خيرا وآد كولير إيه نغطو تتشنده كقلي إلهي كقود مدافلة كاقر علي نقول لها عذابك يا نارتنا أتكجبت بهذه الحين وحديثك ودرج لنا يا كل ما يدخل المودة والسرور على قلوب المسلمين فكمسلم كائن كده داله وحكستوا ضد كمسلمين تاي ولا لي كفر حنايا قلب جود أنا كالجعير إيه إسكو سود دواش جلني هديتها النقضوا هذا اللي نكسرها النقضوا وتشي فرن إيه بريدة في عنها النقضوا رالع عدينا النقض هذا يا غفك مسلم كا سلام كل رجلني عن أبي ذر رضي الله عنه قال وحيري قيل وحلني للرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحل قول أرأيت كورا الرجل ننك كورا يعمل صمينا يا العمل عملك من الخير حال عمل كاسي وخير كا كمديح ويحمده الناس وضدك أي أمانة يا نسجة عليه عمل كاي كو أمانة قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام تلك تاسي وعاجل بشر المؤمن وقفك مؤمن كبشاردي سي أولوس وددتيوي اتفق عليه حديثك حين كبر الناس سؤاشا صحابة وإن تسيسا خوف الصحابة من الرياء وحرصهم على الإخلاص صحابة سيو قبقانيين استسني ماذا سوى عمل كيلا هيدا راديو سبي هذا يددك كو أمانان ayuu ka baqayaa inay arintaasi istusnimadii amalka aan lagu aqbalahayn shirkiga yar ahayd inay ka noqoto waana ta su'aasha ka keentay saxaabada kan amal buu sameeyay ilaahay daraad buu sameeyay laakiin dadku baa ku amaanay hebel waa faa'il u khayr hebel waa qof ibaada badan hebel waa qof wanaagsan arintaas miyey riyaa istusnimada qoraysa rasuulku wuxuu ku jawaabay jawaab madmuunkeedii waxay koobsanaysaa u yahay maya taas riyaa ma ردي يد النيادي استجى النيادي سعيد خالص لله وإله الدراد عمل كوسا مني بل وابا أري وناك سبع وإله إبادتك قلوب تود ما ملع ربدة ودناك رواتية وأضون كإلهي نتشعل ورالي كي هاي باب توسنسا
الدومي إلهي با عمر خاطف راي رسول كنا عليه الصلاة والسلام مركي جناسة لسوم مريي فأثنى عليها الناس خيرا تكوناك إكوا أمانين رسول كوحر وجبت ميت كلال لسوم مريو فأثنوا عليها شرا حمام بيكو شاكا فقال وجبت صحابة وحي يقول هذه الماء وجبت يا رسول الله وجبت معنيه دوامح قال هذه أثنيتم عليها ما هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة قفك خير بعد كل شيء تينو جنة واجبتي وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار كان الشر بعد كل شيء تينو نار بواجبتي أنتم شهداء الله في أرضي خاتياش إلهي دولك تشوغ أياتين وقفك دولاك وقمر خاتك عدا وقف ونكسر كاد حمانو قمر خاتك عدا وقف حل لكن شاهد كم حال قربي برخاتك شاهد عدلي أين ونقض الصومة ووحي أقيا هاي ومرخاتي السنبا وقيا هاي فرية وجهل أنكم مرخاتي فرين بيننا أنكم مرخاتي فرين شهادة اللي شيقي لي مرخاتي الإلهي باتي واكواس وددك ونكسن يشهدون بعلم لا بجهل ويشهدون بالصدق لا بكذب وددك وحي أغيهين مرخاتي كان نقولي قفك مرخاتي كان نقولي رن مرك فرية وقفك آم بين وقوم مرخاتي فرهين وكواس كوا أما أنتو دو أي نقولي عاجل بشر المؤمن وكواسوي بشارة ونكسان وقفك مؤمن كان لو سود دجي لكن كوا الجهل قف أنا قران إسا كم مرخاتي فرهين ونكسان في عاي حاد كم مرخاتي تهين ركا حبالا لدول تاقي إنه قف ونكسانها ولي جيب اسمي أقوم وشهادة بالجهل صام ورسكها مصدق دانا القوم قف اللي ما خس بنيدي باركود يجوا إنه حماة بورنا يعني خير وأنا أقبل كوجي مرخاتي بيناله مرخاتي بيناله لا يقبل ماي قف كي لفرين وحبوا ترميس واي بشرى المؤمن عادل بشرى المؤمن البشرى هي البشارة وما الخبر الذي يدخل على الإنسان السرور الذي يدخل السرور على الإنسان وورك قفك كفر حريوي مركا أمانت ددك وناكسني قفك أي خير كو أمانا إساقو عملك إلهي درادي أسمي استسنما ما هي وبشارة وناكسنة تصير إساء الدون إله وناكسني نيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ونهي عن القزع أرنق قزع على رام متفق عليه قزع وامحي نافع تابعي حديثك عبد الله بن عمر كوريني أيا لويدي ويقول القزع وامح وعندما حلق بعض الرأس وترك بعضه وقفك تميسا ماذا حكا قيال إنه قيب حيرو قيبنا كتكور ميش الدون إياها حيرو ميش الدون إياها كتكور دون لنعيضا حيرو إنت كلنا أدائي وقزع أدو إنت كلنا حيرو رور إنت عرض حتى ملغو ريبو وقزع أما فود قرى الله ريبو ساي سوماليز بريغور سمين جرين وإنت كلور إنت لغا حيرا فود دا تملغو ريبو جرين عرورت حبلانا دور با لو سمين جرين إنت عرض حتى ملغو ريبو جرين مرها دي تميه مضحا قيب لحيرو قيبنا لغا تغو وقزع إن قيب لقابيو قيبنا يدو دير لغا تغنا العلم يقال كودو حران قزع واسوق جليسة سا مفتقي محمد بن إبراهيم يا شيخ البصام بلوغ المرام كوحويان شرحي سا سيدنا هذين نبي عليه الصلاة والسلام ركا قزع واديد وحديثك نهى رسول الله عن القزع انت ما بر الحيرة برنا لقدتك حديثك عائشة إمام أحمد ورينا نبي قوحو أركي المير اتماها قار لغا حيري قارنا لقدائي صار رسولك عليه الصلاة والسلام حيري احلقوا كله او ذروا كله كوض حيرا اما اوذ الدائي يعني ماذا حسما وحيلما تارنتني ارنتي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري ان كب قرأين لحدة وديدي ولماذا هوض حدة اما هوض بحي وايو سورة كاستوقف كبن آدم كاف فول حمين إسا إسلام كوما وقلا ماذا حيث يو كركرانو ميلا حيران تي ميلا تيمكو يالان
ديقوف كي شيطان قرحي مويان وح قروح بدر ما هذه وفول حمى أريد نوع عاصية وأنا عدال الدرة حديثك وحيوالا قبرنا وحكم إذا إلهي عدل جيس قفك حتى حبنه سين وعدالة سمعي أبو إلهي أمري ولا بين سلقود وعدالة سمعي ومدحي سوى عدالة سمعي الله بضا مدهم باقوا روحا صومها أما حيرستا أما تمدينت دي ماذا حبين هاي سرعة طفية عندها سرعة هذه هذه كل قروح بضان تيلة حيرتها دي وضا حير قروح دا حقية هاي سرعة هذا يقول أقروح بنت إن التماء هو الديسان إن التماء ميل له الدايا أقروح بنت هنا ده هو الداء وما ده حمل له ده واحد قروح وأركتها كوسا مين ميل له واحد فول حمى وأركتها كوسا مين مكنا ليرتين وما أنت التماء هذا لو جابيه يعني وين بدنا كمية ليرت ولا ما هي ونمبر ون لو حيره وين عبي أنا برون أضاف كحيرته والكرات إنه الكرتين ده إسكداي سو من عبيدين هاد ود الكرته ده ما ضحورنا الله وضن عبوا وميل ما ضحي كم يده الكرين أنت ما هذا ضق قابي الصو نمبر ون هاد كحيرته محمد الصو ما سو من عبيد أما تام عام فارحوا ده ما ضح الله وضن عبوا وميل تيم بدن هودين ميل الله قابين ما ضح حاجة عدالة سماء ساسو إلهي وكله علموا سكو خلافان قزعوا من مكروه باه مسوى حاران هدي واحد قف وكلف يا إتاين وقال هذا سوى كيسير يتسوى حاران يض هدي سئان وقست جنوع عاصي لصعن علم هذا واحد أبدي ومكروه علم هذا قارنوا حنا وحاران والنهي قد يا صلاة تحريم بفائدية بل النبي قو أمر نوا كدر يو احلقوا كله أو اتركوا كله وضحير أمود الدائب للنبي لنا عسر رعيه واحد حديث كبر لنا أن الإسلام الدين الشامل لم يترك شيئا من حياة الناس إلا وجعل له حكما سلام كوين الدين بلارا نواحي الحياة نولش قيبيدة كالدون وحكم يضع بايله سيمكرت وحوالي بس يدو كفي عنابي الدين تؤلكت سيلاري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي لا تتركوا النار دبكها كجت تجينا في بيوتكم قريهين حين التنامون مركز سيحان السلام متفق عليه وضبكو فائدة والله يهي فائدة سيلاي سبحانه وتعالى لبار الموت بكل شيء وتذكرة ومطاع تتكوان ويهيو نار تجهنم حصوصينية إلى النار تو وضبكا وكل الكيسة سقال إيه لحدا قيبوض والله مضالو قدري سقال إيه لحدا شير للابا تشباري عمر بن الخطاب ضبكا مروا كلاليو ساسوق عندي سوق دوين جرى وحورن جرى حصة يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا سوق نفتي صلاه الله إنا خطابه درين درين نار تن درين تاموات كيسن كرتها وحين نار تلقو قلي هادات سميسو وما يصوما سكدا في نار تأخيرة تنا الدنيا نقف قوات كيسرين وسيدا يحق بتاعي وعرقني وهلاكتو تحدى بس كي لالي وحين نار تلقو قلي مركوات تذكره لنا عنوى متاع ده ضد كوي كدنا يستندبك نلشوا ده فائدة ويقولي لنا عكلاه دي لا يدب كوا عدو وحبو جبا ودد يدو يبا وبابية مركز السلام كوي حدي رجلينا يا شيخا دب يا دف له إن دفتي سنة لهلا دب كي سنة لسكيل عليه كوا أنا دبك أيه كمدة ودبك دفسو كوي فتينسو كوكرسو dibaatay sare iska ilaali marka aad saaxanayso dabka wax lagu karsado noqdo ama kan la shitee tirigyada iyo feenusiyada iyo anoqde iska baxti oo dabno guriga dhexisa kaga tagi xiga rasuulku sheegay waxa kamida jiirku inuu guriga dabka ku gubo fuway siqa oo wax dib badan jiirku xayawaanad kala midka wadadoodi ka baxayo isagoo inta leeg buu hadana dib ka shaqeynaya xarku jirjiraya cuntadu cunaya waxa weeyaan dabka dibiisha dabka uu soo riixaya مركز سوق جوبي يا وحوي عن جروجي، كذاب كيس كبر ختيار النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث كانوا كبرنا رحمة النبي بأمتي سوق سوق مدي سوقون حريصني، وحنو كبرنا الإسلام كونه يهاي الدين كشقيسة مصالح الناس، وحدت كذن يوأ النفع أله الدنيا خراب وحي ليه بيا ردة كفوا قيسة.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وحو أمر بلعق الأصابع فرها إلا ليفوه إيو والصحفة يحيرده أما ويل كراشين كو كتير يعني أمرك عنتظى الله عنه إلا دمائيو وحكوها الهاري بلايرك أما ويل كتحكو عنيسو إنا تكمر ديسوات كالليفتو فرها قوحي كوها رأينا إنا أنا فريه يولي أنا ميريني فرها ارتكالليف أو يلعقها بحديد كالك سهرات لساقو هالليف أما عيد هالليف سيو إذا عندي فراغ كوس ويس هاي هو إذا فراغ بي كوس ويس ما يصابه هو يقال لف أما إنك يدي حاس كيس هن لباس الله كم أنتم لباس الله هن يدنا وارن ورسولك حديث كلو كشاعي وقال وحر النبي إنكم بدون كل تدرون قرر الميسان في أيها البركة يعني بركته تذا يكشرتو رواه مسلم كحديثك أولا وحين كبرنا إن نعمة الطعام إسلام كسيدو إلى لي وحلو قول لي يا هاي حيرة مركة كذا ما يسوي حي كواري كلف فراها جنا كلف نعمة الصلاة إلى علينا وإن عد ما يدقوا بلا عدة يقشوا لود دي دي نسوا تاس وحكلو إسلام كديرجل الاقتصاد في الطعام راشينك إن دتك كفلانو أي دماين كريان إني مركه ربك الصدان سأل نعمة إلهي عن الله الدادم قفك أنت وصور ردينا يو راشينك وكسور ردينا يا أمل لو جر ردينا أي نقطة إنو دماين كره سأل ماشاء وجدت تجين إلا ده وقاري كرينو فرح اللف بلير كلفتي اللفو عربك وكميره وأنا حبيك جدتي إللي هذا ترى هذا حردن أيام مرينا يا سيان هذا هو فرحه ولا فر حردن ولا فر تودس دليل سادي ودرجة دي ممنوعها يعرف ما تكاج إياه دين هذا بقى عندنا وهاين شعب العثمانيين مركي لو يدي أفكوا هذي راشين بدن لا كيره إنه ده ما يعلوش وقوة الجرا يلا دادي واتي يحرقف كيدوني علوش يسيره كده جا قمامة كدافن هكون جرا ده وحبا سيان لا دادي بن علوش هذا كون جرا يا معنى علوش شيء ده نكدي جاي حاوية دي أما صندوقي كده فد الوجش بيجي أي ده تحسن غرسة مركزت لو أجبت بعده إن واحد بدن لعنه ولا درج دافع يين راشين كلا دادي لا بس لو أجبت بعده مركز هاريت دتكو واحد كفيلان هكر صدام سنة عنده وصهرين قف كنا إن كفيلان هرتو وين حديث كبرنا إنا أن في الطعام بركة من الله راشنكو إنو لي إني كتير تبركة حق إلهي كتب وانا تقفك ونفعك أقويا لنايا والدين تيسا ونفعك أقويا لنايا عباده وقوحه قيسانيا عافمات كيسيا نفتي سنة ونفعك أقويا لنايا هذه بركة لقا قادنا واحتريا لنمايا بل راشنكي قفكو كبير يقوق بوكا قادي يا معصير حق الدينيات مركة لايقو وحمانتو وكالميسانيا درقه حقا الدويانا قفكا عافي ما الدرية دي دباتوين كلا إيا عاتي سينما إيا وهسي و الدويا دي سيا آخرة دي سلابة دبا كوبا إليهيو أيو كاقاضي مركا بركة السيال لغوه إليا وراشينكا وحكم دي إنا نكسيقن ومركا ورأيين كوكو فلان باد كرستين كوكو فلان نوات سوري دي وضع دماء قعما وحباك كتك وحلقا يا بركة دي انتان قعما كو ترتيني لسعوتو ساسو كلا نولك وحي كود داتي hakiga tagin ka salaaga barakada in raaday wixii ku baay ka bi oo dabatana cun suu nabi kaleey salaatu wasalaam u yiri sida soo kale xeerada waxba kaga tagin murdiska ayra ku haray bileed ka laga yaa barakada in la socoto waxa kale rasuulku si barakada loo helo ku taliyay inaan raashinka dhexda laga cunin wasadka hareeraha laga cunin way halkaas ay barakadu ku soo degaysay iyo sheeydaan kooran tii halka ay ku soo degaysay baan ka cunayaa saan barakada u helo rasuulku muxuu diiday halka wari barakada ku soo degaysay laga cuno wax rasuulku u diiday de barakadu baa soo degay way macna halka ay ku soo degilay dad gacan faraha la gasho baraka raashinka ku soo degay meey soo bilaa baraka ayuu noqonayaa waxaan xadiidkan sidii hore oo kale ka baranayna diintu qofka bani aadam ka noloshii soo dhan inay maareysay قضب نلش بني آدم ككم مدة ودين تو آني كهذا اللي هلي ماي إذا دين تينو
عباده صحي آخره إنه نقطة إيو نلشي إنه إني وناك سناتي بركودي قروح بدناته لابد أبوي نوقف فلانت وحكلو ميالك الله كانوا الدين تين خلاف سنة وما باهنين. عن جابر رضي الله عنه قال وحوري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يوحل ويدي أي صلاة أفضل صلاة قيبة هذا قيب تبا أفضل بضل. قال وحوري النبي طول القنوت أي طول القيام تأجند إن داراته تفقن عليه صلاة القيام بين هذا الركوع بين هذا السجود بين هذا قيبة هذا كبا أفضل بضل قيام كدير بأفضل بضل الرسول والقنوت سر رواد الترمذي كحسن حديث كلا الترمذي وري طول القيام بول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ حديث رواد فصريا مركز صلاة إن قيام كذا داريو قيام كان الدين لسكت تاجنا ريا موقف كونه سكت تاجنا ده سقى وحبا آخر يعني لما أقوله إنه ده مأموم يا هاي إمام كسوق يمو يعني مرك لفت هذا دواء إنه قراءة يكتب وحي وح مرك قيام دار وقف قوت قرآن آخرنا يوم كاس أي صلاة وقف فضل بدن والسكو خلاف السجود هي قيام كباب فضل بدن حديث كان الإمام الشافعي يا أي مكة لو واحد يدري الشدين قيامك إنه كفض للبدن هاي سجود وحديث كل يرجل إنه يا مرك جودها صلاة تكشده قيام كذا قف إنه دارايو هدو يا هاي قف كليدي تكنيا أما بس ويا هاي مدة تكنيا ضد كان قيام كداري أنو دبهاين. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.